الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في آخر السباقات المحلية في هذا الموسم وفي هذا العام، سائلين المولى جل في علاه أن يديم الأمن والأمان والرخاء والازدهار على هذه البلاد العزيزة وعلى بلاد الخليج والعرب والمسلمين. وأهنئ جميع الفائزين على طيلة هذا الموسم، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في السباق القادم في مهرجان حضرة صاحب السمو، المهرجان الختامي، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ذلك المهرجان الذي يحمل السيف الغالي والمنافسة على سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذن آخر السباقات المحلية ستنطلق فعالياته بعد قليل مع انطلاقة هذا الشوط الأول، الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، انطلق مشاهدينا الأعزاء في كل مكان هذا الشوط الأول الرئيسي للحقائق البكار، مجموع أشواط مساء هذا اليوم هو 16 شوطا. أرحب بالمشاهدين، أرحب بالحاضرين، أرحب بالمشاركين. الترحيب أيضا بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، الحاضر والمتابع معنا في مساء هذا اليوم. فمرحبا أبا عبد الله، حللت أهلا ووطأت سهلا. مسافات هذا اليوم هي 3 كيلومترات، ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الدانة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، يضمرها عبد الرحمن الكبيسي الشرود على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، يضمرها حسين بن محمد بن سفران، بينما المركز الثالث الانتقال إلى السيلية من هجن الشحاني يضمر سلطان بن محمد الوهيبي على المركز الثالث، دخول من المركز الرابع اللي انتقلت إلى الثالث وصلت عوائد لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني. المركز الخامس التدخل والتسلل من قبل مغيضة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها عبد الله بن نايف الهاجري. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء في اقوى اشواط مساء هذا اليوم على الهواء مباشره. الشوط الاول للبكار، الشرود شردت من ال 1200 متر، الله، او ال 1500 متر، ال 1500 متر وانطلقت الشرود، والعصا قوس، العصا قوس، وهذا الانطلاق التلقائي، عوايد خطيره في هذا الشوط أول أشواط البكار، أقواها على الإطلاق يا متابعينا الأعزاء. الله، الشرود الشرود الشرود، أقوى أشواط الحقائق البكار. آخر السباقات المحلية، الشوط الرئيسي مع الشرود حتى اللحظة، بينما الخطورة بانت. جزاعة أول نداء، تصل جزاعة على المركز الثاني لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني، سعيد بن حمد الزرعي في تضميرها على المركز الثاني. المركز الثالث شعر هجن الشحانية يصل، عسيلة تصل من هجن الشحانية، الكيلو متر الأخير يضمر عسيلة جابر بن سالم بن فاران، وأيضا وصول هنا من أسباير من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. الكيلو متر الأخير يا مضمرين، الكيلو متر المثير، ولكن المقدمة مع عسيلة من هجن الشحانية، عسيلة ترقص على صدارة الشوط الرئيسي على أول الأشواط. يا سلام، هذه عسيلة على المركز الأول تنطلق وتنفرد، تلاحقها أيضا زميلتها في العزبة نفس الشعار، شقيقتها في العزبة بذات الشعار. هنا سباير وعسيلة، سيطرة شحانية على المركزين الأول والثاني. الشعار الغرفاوي يصل على المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وصلت الغرافة على المركز الثالث. الله،
المركز الرابع هو سيلية من أجل الشحانية، ولكن عودتنا إلى عسيلة، عودتنا إلى عسيلة. الله يا هجن الشحانية، هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران، تحسم الموقف، تحسم الموقف. وهذا الشوط الأول الرئيسي، عسيلة تنطلق وسباير تلاحقها والسيلية على المركز الثالث، ولكن المركزين الأول والثاني بقيادة بن فاران، بقيادة الشبل، الشبل الشبل الشبل، جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس يا الشبل، تهانينا تهانينا على المركزين الأول والثاني. الغرافة واصلة على المركز الثالث، الغرفاوي يداهم، يداهم المراكز، ولكن عسيلة 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 خطفت الشوط الرئيسي. سلام يا عسيلة، سلام، تهانينا والناموس لجنة الشحانية على فوز عسيلة وسباير بالمركزين الأول والثاني. المركز الثالث من هجن سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الثالث أو المركز الرابع السيلية من هجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلتك حال لسعادة الشيخ محمد بن أحمد بن فالح بن ناصر آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم لمراكزنا الخمسة المتقدمة الأولى في مساء هذا اليوم في أول أشواطنا الرئيسية. يأتي هذا السباق المحلي التاسع على وقع الأمطار الغزيرة التي شهدتها أرضية ميدان الشحانية وشهدتها دول الخليج ودولة قطر على وجه خاص. إذن نبارك لكم أمطار الخير وأمطار الرحمة، سائلين المولى جل في علاه أن يجعلها أمطار خير ورحمة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد. وهذا هو ملخص شوطنا الأول الرئيسي، حيث عسيلة وصلت إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 4 دقائق 24 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لجنة الشحانية، والتهاني للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني وصلت فيه سباير، قطعت المسافة في توقيت زمني 4 دقائق 25 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. التهاني أيضا لجنة الشحانية ولجابر بن سالم بن فاران. الغرافة هوايل هي من وصلت في المركز الثالث بالشعار الغرفاوي، حيث قطعت المسافة في 4 دقائق 25 ثانية و8 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم، أو لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وأيضا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم.